أوقف، أنا أحب إن جيت أتكلم أوقف لأني أتحمس، أشب عليه حق رجيم فصائل الدم في سناب الجاية. قد سمعت في رجيم فصائل الدم؟ أتوقع أغلب الناس سمع فيه، لأنه جاي يبحث عن رجيم معين في جوجل ولا في الإنترنت يطلع ذا الرجيم في وجهه. إذا راح مركز تغذية وشاف أسعارهم غالية قال لهم ليه؟ يقولوا لا، إحنا نسوي لك رجيم حسب فصيلة دمك، إذا فصيلة دمك أو راح نعطيك أكل يخليك تنحف بسرعة. السنابات الجاية راح تتعرف على رجيم فصائل الدم، إيش هو، من مبتكر ومتى ابتكر وكيف انتشر وهل هو فعال ولا لا. طيب، رجيم فصائل الدم هو رجيم أنشأ الدكتور بيتر دي أدامو. طبعا هذا الدكتور افترض أنه لكل فصيلة دم احتياج خاص من الغذاء. طبعا كان يقول انه لكل فصيلة دم احتياج خاص من الغذاء مختلف عن فصائل الدم الاخرى. يعني لو فصيلة دمك او انت تحتاج تركز على البروتين الحيواني، ولو فصيلة دمك اي انت تحتاج تركز على الرجيم النباتي. طبعا هذا حسب كلام الدكتور بيتر دي ادامو. شوف السناب الجاية. رغم انه ما في اي دراسة علمية سليمة اثبتت صحة الفرضيات اللي يقولها هذا الدكتور، الا انه في مشاهير اتبعوا هذا النظام مثل ميريندا كير وشيل الكول. طبعا المشاهير اتبعوا هذا النظام اول ما تم نشره في كتاب Eat Right for Your Blood Type عام 1996. طيب يا راوي، هل الرجيم فصائل الدم له فعالية فعلا ولا كلام فاضي؟ شوف السناب الجاية. الحمد لله في فريق من العلماء أثبت أن الفرضيات اللي افترضها الدكتور بيتر رياد مو عبارة عن فرضيات خاطئة وكاذبة، ونشروا الخبر في بلوس وان. عن الباحثين من جامعة تورونتو قالوا أنه ما في أي شيء يثبت صحة الفرضيات هذه. يعني اختبروا الرجيم على 1455 شخص. عن الجميل في الدراسة أنه لما اختبروها على 1455 شخص جمعوا معلومات كثيرة متعلقة بصحتهم. المعلومات اللي جمعوها معلومات متعلقة بعادات الأكل، معلومات متعلقة بفصيلة الدم، ومعلومات متعلقة بعلامات الصحة واللي هي الأنسولين، الدهون الثلاثية، ومستوى الكوليسترول. بعد ما جمعوا المعلومات هذه كلها ما لقوا أي شيء متعلق بأن رجيم فصائل الدم يحسن صحة الشخص أو يخفف وزنه. طبعا الشخص اللي قاد فريق الباحثين يقول أنه استجابة الشخص للرجيم ما لها أي علاقة بفصيلة الدم، هي متعلقة بقدرة الشخص على الالتزام بالرجيم. معروف انه تخفيف الوزن مرتبط ارتباط كلي في عدد السعرات الحراريه داخل جسمك. اذا انت اخذت اكثر من حاجتك راح يزيد وزنك، اذا اخذت اقل راح يقل وزنك. كذا الدكتور بيتر ديادمو ما تكلم عن الحاله الصحيه للشخص اللي يتبع الرجيم. يعني ممكن الشخص هذا مصاب بمرض يمنع منه يتبع هذا الرجيم. مثلا الدكتور يقول انه الشخص اللي فصيله دمه او لازم يكثر من البروتين الحيواني. طيب لو هذا الشخص اللي فصيله دمه او مصاب بالنقرس يكثر من البروتين الحيواني؟ كذا المؤسسة الأمريكية لمرض القلب تمنع أنه الشخص يركز على نوع واحد أو نوع معين فقط من الأكل، لازم تنوع من غذائك. طبعا الحين أقدر أقول أنه أغلبكم عرف أنه رجيم فصائل الدم عبارة عن كذب ونصب وخياس، بس ليش الناس اتبعوه؟ هذا السؤال. شوف السناب الجاية. الرجيم هذا انتشر لأنه الشخص اللي صممه دكتور، والشخص اللي سوق له دكتور، والناس اللي تبنته مشاهير، فهذا الشيء أثر على الناس. أسف إحنا سايرين نصدق كل شيء بدون ما نتأكد، فقط لأن الشخص اللي قال لنا المعلومة عبارة عن شخص عنده عدد كبير من المتابعين، ولا شخص حاصل على درجة علمية كبيرة. أنا بسبب أننا ما نتأكد من المعلومات هذا الشيء خلى كثير من الناس تستغلنا. غير كذا أنه أغلب الناس للأسف ما يفهمون في علم التغذية وعلم الأحياء. شو الشيء اللي يضحك في رجيم فصائل الدم؟ أنه ما راح تلقى الدكتور بيتر دياد ما يقول لك خذ أكلات مصنعة أو أطعمة مصنعة. يعني ما راح تلقى سكريات، ما راح تلقى كربوهيدرات مكررة، ما راح تلقى مشروبات غازية، أوريو، الأشياء هذه كلها ما راح تلقاها. هالشيء طبيعي، يعني لو تبعد عن السكريات والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية راح تزيد فرصة أنه تتحسن صحتك ويقل وزنك. هالشيء ما يعني أنه رجيم فصائل الدم رجيم كويس ومن هالكلام. أتمنى أنكم استفدتم من السنابات هذه، وأتمنى أنه الصورة وضحت لكم.
عموما يا جماعة أنا بمسك الحساب اليوم، اللي عنده سؤال أو استفسار يكتبه على الخاص، برضه إذا عندك تعليق اكتبه وراح نشاركه المتابعين. أعجبني جدا طرحك للمعلومة، أعجبني تسلسل المعلومة عندك، أعجبني استشهادك بالمصادر، ألف ألف شكر لك. ايش رايك بالناس اللي ما يمارسون الرياضه؟ رساله، احنا السعوديين اغلبنا ما نمارس رياضه في الجبهه. طيب يا جماعه الحمد لله التفاعل جدا كبير، الاسئله جدا كثيره، بصراحه ما راح اقدر ارد على الكل، لكن اتمنى ما حد يزعل. اخفيكم الجوال بدا يعلق بصراحه، وقلبي يراودني ان اقفل الخاص لكن لا استطيع، لان اسئلتكم صراحه تفرحني. الردود بسلبية بصراحة، يعني أصحابها مع نفسكم، مرة مع نفسكم، أنتم بحالكم كذا، أنا أقدر ردك وأقفل ولا كأني قريته بصراحة. والله أرحمهم الناس دول اللي يردون رد لا أخلاقي لا منطقي لا علمي، متعب نفسك على الفاضي، كاتب كذا وأنا أقدر ردك في سب قفل على طول. فين يا جماعة تلقى واحد ضاغط على نفسه وعاصر مخه بس عشان يطلع الكلمات الإبداعية في السب، فلما أنت تخش المحادثة وتقفلها المحادثة وتقفلها حس انك كسرت
كسرت شوكته يا اخي. حلو كسرت شوكته متعوب على الكلمه كلمه بدا تقولين لاصحاب الردود السلبيه الله يسامحكم. لا تقولي الله يسامحهم ودي عليهم ودي عليهم ودي عليهم ودي عليهم يوم ارفع يدينك كذا ودعي عليهم الله يهديهم ادعي عليهم مو بدعي لهم لا الله يهديهم يحبوا الراوي متحسفون انهم دعوا عليه. الله عطني رد سلبي. خلي الوالدة كذا ترفع يدها تشك تشك تعطيك دعوة تنهي مستقبل كذا تشوف مستقبل كذا يضيع. قال يتكرر كثير هل في أكل يحرق الدهون؟ ما في أكل يحرق الدهون، حتى الموية بالليمون ما تحرق الدهون يا جماعة. الجريب فروت في دراسة في إحدى الدراسات أعطوا مجموعتين نفس الأكل، اللهم المجموعة اللي أعطوها جريب فروت نزل الدهون أكثر، لكن الدراسة هذيك برضو ما هي قطعية ما هي حتمية، فما في أكل يحرق الدهون لا حد يلعب عليك. في أكلات محفزة للأيض لكن ما في أكلات تأكلها تحرق الدهون، حطوها دائما في بالكم. حتى المشروبات كذلك بتشوفوا إعلانات كثير حوارق الدهون يا جماعة ما تحرق الدهون طالما أنت ما أنت ملتزم بجدول غذائي سليم وما تمارس الرياضة، حوارق الدهون ما راح تلقى لها فائدة. إذا نسبة الدهون عندك جدا عالية لا تستخدم حوارق الدهون، خفف وزنك بشكل كويس بطريقة صحية رياضة وأكل صحي. إذا كانت الكتلة العضلية جدا عالية عندك وانت إنسان تحتاج أنك تخسر الدهون اللي هنا بس عشان تبرز العضلة أكثر وتشارك في البطولة وتحقق، ذاك الوقت لما تكون عندك الكتلة العضلية عالية جدا وانت بتشارك في البطولات أقول لك استخدم حوارق الدهون، لكن طالما أنك ما تشارك ما أقول لك استخدمها أبدا. يا جماعة ليش مستعجلين على انك تخسر وزن بسرعة؟ لا ابغى اخسر اكبر كمية من الوزن في وقت جدا قصير، في الاخير يخسر موية وعضل. تذكر دائما انه اذا انت تبغى تنحف وانت جالس وانت كذا تاكل بدون ما تمارس الرياضة اعرف ان نتيجتك الفشل. طبعا ليش اقول لك الفشل؟ لانه تغذية سليمة بدون رياضة تعني جسم ضعيف، رياضة بدون تغذية سليمة يعني مظهر غير لائق، أما تغذية سليمة ورياضة يعني جسم مثالي. قال الشخص اللي معضل مرة كذا كيف وصل لهالدرجة من الضخامة؟ استخدم منشطات مش طبيعي. تدرون ودي كذا الناس اللي مرة مضخمين كذا ودي طقه ونحاش. طبعا هو شوف طقه ونحاش ما راح يقدر يمسك لأنه ثقيل، لكن إذا مسكك شوف السناب الجاية. جد يا جماعة يعني لا تطيح في يدهم. شوف أنا معي حزام أسود في التايكوندو يعني أقدر أدبر عمري، لكن أنت بصراحة ما أدري شو بتسوي. سؤال ليش وصلت لمرحلة ثبات الوزن رغم أني ما أكل إلا وجبة واحدة؟ الإجابة في السناب الجاية. لما تحرم نفسك من الأكل أنت قاعد تحرم جسمك من الطاقة، جسمك عشان بس تمارس التفكير تمارس النظر والتحليل هذا يحتاج طاقة. تحرم جسمك من الطاقة أنت قاعد تخزن الدهون، تجبر جسمك أنه يخزن الدهون لأنه جسمك قاعد يحس أنه في مجاعة. عشان تنحف كل بس وش تاكل؟ هنا الفكره، وش نوعيه الاكل اللي قاعد تاكله؟ افضل طريقه عشان تخفف وزنك انه تخفف 500 الى 600 سعره بالكثير من احتياجك اليومي من السعرات الحراريه. اوضح شغله، في ناس مختلطه عندهم الفكره هذه. الاحتياج الغذائي، ايش يعني الاحتياج الغذائي؟ صور الشاشه في السناب الجايه.